أعطينا تعليمات بأن في حالة الرفض سيوجه لهذاك الشخص في نفس اليوم الطعن ويسمح له، يعني الرفض وعلم وسيسمح له الطعن. وهذا الطعن وانا طيت استمعتوني كي يزيد تعليمات الى المدير العام، الطعن يتم الرد عليه في خلال 48 ساعه على اقصى تقدير. في طعن يكون يمكن يكون على مستوى السي ان ار سي، وطعن يمكن على مستوى الوزاره.